امبارح بقى الاهلي تخطى عنق الزجاج. يا هو ده الكلام. ولما كسب النهارده المصري كسب الزمالك في اسبوع ال 2-1، الاهلي امبارح يكسب 2-1، النهارده المصري يكسب الزمالك 2-1، طلائع الجيش يكسب الداخليه 2-1. طب الكوره بتعمل ايه دلوقتي؟ بتنكد عليك وترجع تفرحك جدا. أيوة. انك تديك صداره الدوري اللي بتحلم بيها. أيوة. لاول مره 25 اسبوع لاول مره. في الاسبوع ال 22. وتحيي املك بقوه في بطولة الدوري. طيب ما هو ايه الدراما دي؟ اللي كان بيقول لك لما تطلع لي فوق وبقى مش عارف قول لي ايه المنطقة الدافئة والمنطقة الحقيقة الاهلي يعني قول لي مين اتكتب عليه هذا الكلام؟ قال لك ده في ال 16 يا اخي انا مندهش جدا. متفرغين زي الاستاذ اسامة خليل. كنت بتحكي لي على مقالة علمت بيها انت عن الخطيب وصن داونز والهزيمه. طيب. الثقيل هو يعني يختفي ثم يعود ليتذكر الخطيب والنادي الاهلي فقط. يعني هو الكاتب المتفرغ ضد الخطيب والنادي الاهلي ولصالح المهندس محمود طه. لا يفعل شيء في حياته بخلاف هذا. هل هذه يعني ده اعلام يبقى اسمه ايه؟ او صحافه اسمها ايه؟ صح. في اتجاه واحد باستمرار كده. طيب هنشوف في فوز الاهلي على المقاصه وتجاوزه لهذا الدور. مجله الاهلي قالت في اولى خطوات المصالحه والتصحيح الاهلي بيهزم المقاصه ويعتلي القمه. الاخبار الاهلي يضمد جراحه الافريقيه بفوزه على المقاصه 2-1 ويتصدر الدوري مؤقتا. لا النهارده بقى رسميا. الأهرام الأهلي يداوي جراحه الأفريقية على حساب المقصة. وتحليل الفضائيات أعتقد رؤية مهمة جدا. والبداية مع الدكتور طه إسماعيل في أون سبورت. كابتن طه، أداء جيد للأهلي النهاردة. النادي الأهلي لعب مباراة جيدة جدا إلا حتة صغيرة. حتة صغيرة يعني الفينشن الأخير في فترة صغيرة جدا في دقيقة 70 لو 75 حاجة زي كده حصل فيها شوية تكاسل شوية. الضغط قل على كمال الضغط من قدام لدرجة ان هذه الفترة كلها لم يصل الفريق المقصة الجول للمرمى بتاع النادي الاهلي الا يمكن واحدة بس انفرد بيها ميدو جابر في دقيقة 72 وصدها الشناوي برجله لما اتشاطت. لكن غير ده النادي الاهلي مضيع فرص. انفراد اجاييه في الدقيقة 23 شاطها برجله الشمال طلعها جول كيبر احمد عادل. وبعدين الهدف والهدف الشيء الجيد فيه انه محمود وحيد عمل الكروس بشكل جيد جدا برجله الشمال. فكرني بمعلول يعني عمله بشكل كويس قوي. حمدي فتحي ولد مجازف ولد بقلبه من زي الحديد داخل في وسط المهاجمين ولعبها بدماغه. وقبل كده لعب جول بالشكل ده بالظبط مع الحرس سجل هدف الحرس 1-0 النادي الاهلي كسبه بهدف زي ده بالظبط. ولد رائع جدا في نص الملعب بيأدي بشكل كويس دفاعا هجوما وبعدين بيندفع في الكرات الثابته اللي زي دي. وبعدين راسيه ازارو اللي عملها بشكل كويس زي فلافيو حولها كده واحمد عادل لحقها في الاخر. دي كان برده في الدقيقه 51. برده من ضمن الحاجات يعني في لقطه لاجاييه في الدقيقه 59 رجع اجاييه في الجنب الشمال وغطى في لعبه. اللعبه دي فكرتني بحاجه مهمه جدا. الجول اللي جه فينا الجول الثاني اللي جه فينا في ماتش سان داونز محمد هاني بيضم للداخل الراجل بيبقى فاضل اللي هناك المفروض اللي يشتغل معاه مين؟ رمضان صبحي اللي قدامه. النهارده فكرني اجيه بقى ان ده الصح لما محمود وحيد ضمم للداخل رجع اجيه في الحته دي وانقذ لعبه مهمه جدا جدا. ودي بتبين التاكتكس اللي لازم تتعب صح ودي من ضمن الاخطاء اللي حصلت في فريق المقصة. طبعا في الدقيقة 72 قلت انفراد ميدو جابر ثم بعد ذلك برضو في انفراد لأنتوي وبعدين الهدف اللي سجله. يعني في فترة كده كان ممكن الماتش يروح كان ممكن المقصة يتعادل لكن نجح الأهلي في أنه يسجل الهدف الثاني اللي هو طبعا يعني على الأقل ضمن المباراة. الاحتفاء طبعا بالمباراة دي احتفاء خاص يا استاذ ابراهيم. والنقاد عندما يتناولوها انها التي اتاحت لك الفرصة
وانا قلت دي هتبقى عنق الزجاجه، ولذلك مجلس اداره النادي الاهلي كان يدرك طبيعي انك لما تبقى خسران بماتش زي كده وعندك فرصه تعتلي قمه الدوري، هذه مباراه تبوس ايدك وش وظهري 100 مره عليه طبعا. فاللي بياخدوا بتصيد كده هذه اللقطات عشان يعلقوا بشكل سلبي عليها، دول ده هم مش فاهمين ان رئيس وزراء ايطاليا وقف يرقص لما ايطاليا جابت جون في كاس العالم. الماتش محمود طاهر السنه اللي فاتت في افتتاح الدوري مع طلاع جيش نط من مكانه وجهز الصوره اعتقد، وطبيعي طبيعي، وده يحمد تعايش المسؤول الاول في النادي مع احداث نادي وتفاعله معها، مش تبقى فرصه للانقضاض والتجرؤ والنقد وخلاص. ده دليل التربص اللي احنا عايشين فيه يعني. طيب احنا سمعنا راي الدكتور طه اسماعيل، نسمع راي بقى فاكهه الاسماعيليه محمد صلاح ابو جريشه. استاذ محمد رايك في اللقاء؟ هو اللقاء في بدايته يعني زي ما اتكلمنا في بدايه الاستوديو، التوقيت بتاعه هو اللي صعب. الاهلي خد الماتش وعنده تحدي كبير ان هو يسترجع ثقته في جماهيره وثقته في نفسه، وفي نفس الوقت يبقى ماشي من المنطلق ان هو ما يخسرش كل حاجه، عايز يلعب على الدوري زي ما هو بيلعب على افريقيا، عايز ياخد الثلاث نقط اللي تديله الثقه بتاعه الماتش بتاع سان داونز، وقدر انه يوصل لكده رغم بعض التحفظات على التسرع في الهجمات زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ. والحقيقه طبيعي جدا ان هو يبقى عنده عدد كبير من الميس باص، طبيعي جدا ان يبقى فيه شيء من العصبيه ومن التنشنه اللي تخليه ما ينهيش الهجمات بشكل كويس او ما يخلصش ماتش زي ده من البدايه بشكل كويس، لكن قدر في النهايه ان هو يحصد ثلاث نقط هو كان جدير بيهم من البدايه نتيجه للتركيز ونتيجه للظروف اللي هو كان بيمر بيها. في نفس الوقت هو تفكيره في ان ازاي يسترجع ثقته في نفسه افريقيا، ماتش بتاع سان داونز والتغييرات اللي حصلت النهارده في سواء في التشكيل او في التغيير اثناء الماتش، هو برده مستر ريسارتي بيفكر في ان ازاي هيخوض لقاء سان داونز اللي لازم يفكر فيه بسيناريو واقعي. احنا اتفقنا ان الموضوع صعب، لكن المهمه مش مستحيله، ومش مستحيله لدرجه ان هو ما يفكرش في ان ازاي يعوض الخمس اهداف، هو لازم يبدا بسيناريو واقعي ما يفقدش الكره بسهوله، ما يخشش فيه جون، ودي حاجة مهمة جدا. لازم يبدأ بتهديف بدري لو هو عايز فعلا يسترجع ثقته الأفريقية، ودي حاجة مع البداية كويسة ومع القوة البدنية ومع القوة والإصرار والتركيز، ممكن ان هو من البداية خالص لو بدأ بالعشر دقايق الأولى ان هو او ربع ساعة يحرز بيها أهداف هتتسلسل في إحراز الأهداف ويبقى عنده توفيق كويس. لو ما عملش كده او لو بدأ يفكر في ان الضغط بتاع الماتش نفسه بالخمس أهداف هيبقى لود على اللعيبه نفسها، مش هيقدر ان هو يحقق نتيجه كويسه، واحنا بنتكلم في مكسب ما بنتكلمش في نتيجه او في سكور من البدايه، بنتكلم في مكسب، المكسب ده ممكن يحقق له مكسب كبير. ماشي. تحليل اخر من كابتن فاروق جعفر عن هذه المباراه، هتجد فيه يعني رصانه جامده قوي. نقطة مهمة، هو المكسب معنوي أكتر منه طبعًا فني طبعًا. وده يعزز النادي الأهلي في المباراة اللي جاية ويدي حق إن المباراة لغاية الدقيقة لغاية ما الحكم بيصفر المباراة قايمة صح، وإن الفرصة موجودة، وده يفرق كتير قوي في ماتش سان داونز. أنا وجهة نظري إن الدوافع بتاعت النادي الأهلي كسبها النهاردة إن هو استعد بشكل كويس. التغييرات بتاعت لاسارت الشوط الثاني كانت أفضل لما نزل رمضان صبحي عمل حاله، ونتكلم النهارده خلينا نتكلم على نقطه كلنا، الاداء الفردي للعيبه هل بيعمل فارق ولا ما بيعملش فارق؟ طبعا. النهارده رمضان لما نزل عمل فرق مع الفرقه بشكل كويس جدا وبيجر الفرقه، انت بتشد الفرقه من ناحيه دفاعيه ده عمل الماتش اللي فات ونزل وجاب جول بالظبط. هو النهارده بيأدي، واحنا كنا كلنا بنتكلم على الاداء الفردي بيعمل الفرق، ما كل لعيب عنده ثقه وبيوظف الاداء الفردي بتاعه ومهاراته الفرديه للفرقه بيأدي بشكل كويس جدا، وشفنا رمضان النهارده. عموما
ده بيدي فرصة النادي الأهلي أنه يعيد الاستقرار الفني بتاعه، يخش المباراة وعنده المعنويات تكون أفضل. المكسب حتى لو هو بيكسب، يعني تخلي بالك المكسب في النهاية أنت عايز 3 بونت طبعا، ما بتدورش على الأهداف. هو النهاردة بحث عن 3 بونت يوقفوا الفرقة على رجله، ثم بعد كده يبحث عن الأهداف. أنا شفنا النهاردة النادي الأهلي الشوط الأول أدى بشكل كويس جدا، المقصة الشوط الثاني أدى بشكل كويس جدا طبعا. وكان ند للنادي الأهلي الشوط الأول ما كانش ولا رد فعل ولا ممكن ند يتعادل كمان، وكان الشوط الثاني أدى بشكل كويس لولا براعة الشناوي. بالظبط، تغييرات كابتن طلعت الشوط الثاني كانت عملت تطور في الاداء الهجومي بشكل كويس جدا، استحوذ على نص الملعب. النهارده النادي الاهلي التغييرات بتاعته عمليه ثقه اكتر منها عمليه فرصه للاداء. يعني النهارده احمد فتحي بتنزله عشان انت ممكن تحتاجه في المباراه الجايه، كريم ندفت بتنزله النهارده انت ممكن محتاجه في المباراه اللي جايه رمضان. لكن قبل المباراه النادي الاهلي النهارده لعب بخمس عناصر جديده، يعني خمس عناصر ما بيلعبوش، ودي حاجة جديدة ان النادي الاهلي يقدر يغير خمس لعيبة في مباراة الاخرى. شوف كابتن فاروق جعفر يلمس على النقط بقى الموضوعية، لعب بخمس عناصر جديدة وجاي من ارهاق واحباط وجرأة، عشان الناس اللي بينتقلوا الجهاز الفني وينزلوا ويتألقوا ويكونوا سبب في فوز النادي الاهلي. شفت صالح عامل ايه؟ ها؟ شفت صالح جمعه عامل ايه؟ صالح لا وحمدي فتحي هيكون صاحب الهدف وصاحب الاداء المميز. لكن يعني يلفت نظرك بقى الاستاذ خالد لطيف. هو يبحث طول الحلقه كيف كان يمكن للمقاصه ان تتعادل. الجون جاي في الوقت المحتسب في اخر ثانيه في الوقت المحتسب بدل من ضائع. ويقول لك لو كان كوره ميدو جابر جت، طب لو كان كوره فلان وفلان وفلان بتوع الاهلي جم، لو كانت اتحسبت ضربه الجزاء كان بقى في 5-6 في الماتش. مش لكن انك تقعد ويكررها وكاد ان يتعادل وهدف مش عارف ايه وسيطر المقاصه، يا بلاش يعني انت بتدير حوار. قال لك هدف قاتل، فاهمني؟ ها؟ ها؟ يعني حاجه غريبه، انت راجل ما تحطش امانيك الشخصيه في قالب التحليل وانت معاك محللين في الاستوديو. ما هو زي برضه يطلع زميل اخر يتكلم، الناس بتتكلم على فرص الاهلي، شفتوا الروح الايجابيه، يطلع واحد يقول لك ايه؟ لا لا الاهلي فرصه انتهت خلاص، الزمالك هو الممثل الوحيد دلوقتي في افريقيا لازم يشد حيله كده. هو وماله يشد حيله الزمالك؟ الزمالك يشد حيله، عايزين يشد حيله والاهلي يشد حيله برضه. طيب ما تزعلش، لكن انا معني جدا اعرف اذا كان حد رصد ضربه الجزاء دي لانها واضحه وضوح الشمس وامام الحكم. نشوف الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت. نيجي بقى للحاله دي، طبعا في اول مباراه معروف طبعا في على مقربه بشكل كويس جدا وعنده زاويه رؤيه عنده كل حاجه. اللعبه دي هو هنا حسب ركنيه، حسب ركنيه على ان لاعب المقص هو الذي نجح في لعب الكره، وبالتالي لاعب النادي الاهلي ما وصلش للكره، والسقوط هنا خلاص مفيش سقوط بقى، يعني ده التحامات عاديه، لكن اللي لعب الكره وزقها واللي خد الرجل بعد كده العكس، يعني المقص ما لعبش الكره ولاعب الاهلي لعب الكره ولاعب المقص هو اللي خد رجله. هنشوف دلوقتي الحاله طبعا لما هتشوفوها في الاعاده. هو قريب، هو حتى تردد، بص مين اللي بياخد الكره اهو، صالح جمعه هو اللي بياخد الكره ولاعب المقص هو اللي خد رجل صالح جمعه، وبالتالي الخطا موجود وركله الجزاء لم تحتسب. نيجي واضحه جدا طبعا من ورا ايه من خلف المرمى. نيجي بعد كده الحاله دي بتاعت ازارو، هنا اللاعب ده اللي هو اسامه جلال عنده انذار، ودايما انا اقول ان الحكم اللي ما يديش الانذار الثاني بتبقى صعب عليه قوي. هنا اللعبه دي طبعا الانذار هنا مستحق، لازم يديله انذار، ما ادالوش انذار لان انذار تاني. نيجي بعد كده اخر حاله وهي الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي، هل في تسلل لازارو؟ هنشوف دلوقتي. طبعا هنا تسلم بشكل صحيح، واهو لحظه لعب الكره لم يكن متسللا وليد ازارو، وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح وقرار الحكم المساعد صحيح. طيب نقول ايه بقى؟ اما كل ماتش ضربه جزاء بهذا الوضوح قدام الحكم اللي ما فيش بينه وبين حد حاجه، ولاعب يطرد وما يطردش، ولاعب تاني يطرد وما يطردش، وانذارات للاعيبه الاهلي
يعني يا جماعة شيء من العدالة، احنا بنقول ايه بس؟ وكل ماتش كده في الوقت اللي بيحتسب لغيرنا 11 ضربة جزاء، كل مباراة ضربة جزاء بمجرد ما احتكاك الظل بالظل لغيرنا. نشوف الكابتن الشناوي عن ضربة جزاء مباراة الزمالك وإنبي. الحكم كان لازم يكون عنده حركة، يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده، يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا. المهم ان هو لازم يكون قريب في الحالة دي، لان الحالة بعد كده هتبين قد ايه المشكلة اللي هو فقدانه للقراءة والتوقع. بص هنقف هنا، المسافة اكتر من 15 متر مخالفة. طبعا الحكم الاضافي يصعب عليه تحديد مخالفة هنا، لان الحكم بشكل بعيد خالص الناحية التانية ما يقدرش يحدد المخالفة من عدم. في الحالة هنا لما نشوفه في الاعادة هنلاقي ان جنش ارتكب مخالفة ضد مهاجم انبي. هتبص للمهاجم بياخد الكرة وجنش بعد كده بيخبط رجله او بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب انبي، ودي ركلة جزاء لم تحتسب. ليه؟ مش الحكم شافها وما حسبهاش. الحكم ما شافهاش لانه ما كانش عنده القراءة والتوقع للنكست فاز اوف بلاي، اللي هو الشكل التالي للعب فين هيبقى. لازم يبقى قريب ويروح يشوفه عشان يقدر يحتسب. فطبعا هنا باين الرجل جدا بتاع جلنش لطشة، هي لطشة طبعا سريعة وبتبقى صعبة، عشان كده الحكم لازم يكون قريب وشايفها. نتمنى كل الناس تاخد حقها. خد بالك نفس الحكم ونفس الزاوية. الغرابة يعني. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ لما يطلع يتكلم يبقى غلطان، لما يطرح أسئلة يبقى متجاوز، لما يقوم يقول ده حصل ازاي يطرد. نشوف رأي الكابتن جمال الغندور في طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح. طبعا سمعنا كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، ما سمعناش كلام الكابتن محمد معروف. ومحمد معروف مش هيتكلم، ومحمد معروف عنده قرار بياخده، عنده تقرير. لكن على كلام الكابتن سيد فقط اللي هو قاله دلوقتي، ما اعتقدش ان هو ممكن يكون انطرد عشان لمجرد ان هو اعترض او حاول يلفت نظر الحكم على انه في ده انذار تاني. احنا قدامنا الصوره ما فيش فيها تجاوز في الصوره، ولكن ما نعرفش الكلام اللي تم ايه. وبالتالي تاني الاجابه بتاعتي، لو على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقول له يا كابتن ده الانذار الثاني، دي ما تستدعيش الطرد. ولكن ايه اللي دار او ايه اللي تم؟ اعتقد الكابتن محمد معروف لو هو كان حذره في الشوط الاول. عشان كده بقول لك انا احنا الطرف الثاني مش معانا. الطرف الثاني هو حكم المباراه زي ما سمعنا كابتن سيد عبد الحفيظ. لازم نعرف او نسمع الكابتن محمد معروف والسؤال اللي هو تم طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ ليه؟ اكيد عنده اسبابه، هو دي اللي لازم يذكرها في التقرير بتاعه. معلش، ما هو رصيد الكابتن سيد عند الحكام يسمح بطرده من غير ما يعمل حاجه. بس هي من طريقه عديته على الدكه يعني. حتى العداله في استخدام الكارت، انا عايز بس الناس تركز شويه. يعني هو ما اداش في الاخطاء، ما اداش نفس الحكم اللي طرد سيد عبد الحفيظ عن بعد كده. وسيد ما عملش طردش لاعب في الملعب، ما طردش لاعب في الملعب، خد اللعيب ولف بيه. طب بص بلاش ديت، ركز مع طارق حامد، اكتر لاعبي خط الوسط في مصر ارتكابا للفولات العنيفه النهارده. كوع صريح، عنده حصانه غريبه جدا يا جماعه. حسام عاشور في نفس مركزه في الاهلي تقريبا اكتر حد بياخد انذارات، واكتر حد لو سليم بيتوقف، لكنه انه يبقى في حد عنده هذا القدر من اللعب العنيف عايز تستخدم نفس المعيار، استخدمه هنا وهنا. ما بنقولش ان انت تتحامل عليه، بس زي ما بتطبق هنا طبق هنا.